يبقى قضية العجز عن استقبال القبلة مع علمه بالقبلة، مثل من؟ المريض في المستشفى الآن، بعض المرضى على الأسرة البيضاء عافى الله وشافى جميع مرضى المسلمين، هو إلى جهة غير القبلة ويريد أن يصلي، ماذا يقال له؟ لا تصلي؟ لا، وإنما نقول له صلي، واستقبال القبلة سقط عنك للعجز. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وقاعدة الشريعة: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وأنبه هنا إلى خطأ كبير يقع فيه كثير من إخواننا وأخواتنا المرضى، يتركون الصلاة لهذا السبب، وأيضا للسبب الآخر فيما يتعلق بقضية الطهارة، ويذهب عليهم أيام ما يصلونها للأسف الشديد. ولا شك بأن هذا خطأ وجهل، ويجب على الناس أن يعلموا هؤلاء المرضى وأن يرشدونهم على أن الشرط هذا الذي لا يستطيع المكلف أن يأتي به، يسقط عنه، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.